السلام عليكم، اهلا بحضراتكم حلقه جديده من برنامجكم الو مكملين. النهارده اول حلقه بعد الفوز الكبير لمنتخب مصر امبارح، فوز 2-1 على المغرب، فوز مهم، فوز خلانا نعدي من ربع النهائي لنص النهائي علشان نقابل الكاميرون صاحبه الارض وصاحبه كل حاجه. عارف كده لما كنت بتلعب كره وانت صغير مع ناس ويجي عيل غلس ما بيعرفش يلعب ولا يعمل اي حاجه، بس هو بينفذ كل ارادته وكل طموحه واحلامه وهفواته عشان هو صاحب الكوره. احنا بيتعامل معانا كده بالظبط، حكم سيء جدا وكان حاططنا في دماغه تقريبا عشان هو صومالي سنغالي. سيبك من اللي انت سمعته من شويه ان رئيس السنغال بيقول لك مصر حسن الاسلام، بس لعيبه الكوره عندهم حسابات تانية. ماني مش معتقد كده، ماني عايز يبقى هو اللي يطلع ياخد أمم أفريقيا وهو اللي يطلع كاس العالم. عموما فوز كبير امبارح، فوزنا، تغطية إعلامية كبيرة جدا، احتفاء بلاعبين ومنتخب ومدرب كيروش، الناس امبارح بتشيد بيه ولازم نشيد بيه زي ما كنا بننتقده لما الأداء بيبقى مش تمام. امبارح كان على قدر المسؤولية، كل لعيبة مصر كانوا رجال، فرحوا الناس وفرحوا الشعب. تعالوا نشوف لقطات مهمة جدا، يعني سألتها لينا الأخبار ولقطات ما حدش يسمع عنها حاجة، ما كانتش منتشرة ولكنها حصلت بالأمس بالفعل. أول حاجة عندي خبر الفوز والخبر اللي بيقول لنا إن إحنا رايحين نقابل المغرب، رايحين نقابل الكاميرون يوم الخميس الجاي إن شاء الله، جايبينه من الأهرام. مصر تفوز على المغرب، والزي الأشهر للمنتخب المصري والفوز الجميل، فوز جميل امبارح فاز بيه ولادنا اللي كان كلهم رجاله. يعني انا ما اقدرش ما اتكلمش عن احمد فتوح على سبيل المثال، ما اقدرش ما اقولش ان الشاب ده لازم يطلع يلعب في اوروبا. محمد عبد المنعم، تريزيجيه، صلاح اللي كان امبارح فعلا ليدر وكان قائد للمنتخب بشكل كبير وعمل دخل جون وعمل جون، كل اولادنا وكل ومحمد صبحي وابو جبل والرجوله والجدعانه اللي شفناها امبارح. رقم قياسي جديد للمنتخب المصري، المره ال16 في تاريخنا اللي بنلعب فيها في نص النهائي، بنتفوق على الفريق النيجيري اللي كان صاحب الرقم القياسي في امم افريقيا. احنا دلوقتي عديناهم، كنا متعادلين، دلوقتي بقينا احنا اكتر منهم. طيب تعالوا نشوف الفيديو مع بعض، شو يعني الجون القاتل بتاع تريزيجيه، لما من لمات محمد صلاح وانطلاقه من اليمين وخش ال 18 ولم 2 3 4 5 لعيبه ووديها لتريزيجيه زي ما عملها قبل كده في ليفربول بالظبط. كل الناس شافته، كل الناس شافته. تعالى ندخل الى غرفه الملابس والى اتوبيس اللاعبين علشان تشوف اللعيبه وهي بتحتفل بفوز مصر امبارح، حاجة كده فرحت الناس في ظل حالة من اللا فرحة في مصر. تعال نشوف مع بعض، ورينا يا سيدي. طيب ده اللعيبه في غرفه الملابس. شوف بقى صلاح وهو في الباص كان مشغل له اغنيه شعبي قديمه شويه، بس كان في حاله فرح امبارح برضه. ورونا صلاح يا جماعه. طيب ده صلاح ابن نجريج محافظة الغربية، وشبابنا كلهم، مش هنذكر واحد واحد او واحد ونسيب الباقي، كلهم كانوا رجالة. تعالوا بقى نشوف ليه احنا النهاردة بنحتفي بيهم، لانهم فرحوا الناس، فرحوا الشعب، واحنا ناس من الشعب ده، بنفرح لفرحه ونزعل لزعله. تعالوا نشوف هتافات وشماريخ في عين شمس، نشوف بالنبوت اهالي الصعيد وهي بتحتفل بتأهل المنتخب والفوز على منتخب المغرب الشقيق اللي بنتمنى له التوفيق في مبارياته القادمة. طبعا مش فهم يعني خلاص مفيش في أمم أفريقيا، ولكن عموما كان ماتش محترم وكانت روح محترمة جدا، وتحية للمنتخب المغربي. تعالوا نشوف في أسيوط والاحتفالات، يعني هنروح عين شمس وأسيوط وسوهاج في مشاهد
بتعبر عن فرحة المصريين بجد. سعيد جدا بالانتصار وسعيد بفرحة الناس. كنت أتمنى أن يعني الناس كلها تبقى في حالة فرح بالشكل ده. ليه مش الناس كلها؟ هقول لك ليه. امبارح مثلا على سبيل المثال في المعتقل مات أحد المعتقلين. معتقل من 2013 بدون جريمة واضحة. اللهم إلا المناكفة السياسية. امبارح أحكام جديدة في قضية اسمها كتاب حلوان وبيتحكم بالإعدام على 10. قلوب موجوعة. بنحتفل. بنحب البلد طبعا طبعا، وبنشارك الناس وبنهتف باسم مصر. ربنا عالم امبارح كنا قاعدين قدام التلفزيونات عاملين ايه. بس دوري زي ما بحتفل واقول ان في حاجة حلوة وبشارك الناس فيها، دوري كمان ان اقول لك ان في ظلم واقع على البعض. الظلم ده بيؤدي لموتهم، بيؤدي للفقد. للأسف ده اللي حصل في مصر دلوقتي، إحالة 10 معتقلين للمفتي في قضية كتاب حلوان. تعالى نشوفهم ونعرف أساميهم. 10 بيوت على الأقل إذا ما كانت بقرايبهم وأصحابهم. شوف بقى المحيط يعني. الشهاب لحقوق الإنسان بتقول أحكام قضائية إحالة 10 مواطنين إلى المفتي في قضية كتاب حلوان في مصر. قررت محكمة جنايات القاهرة إحالة 10 مواطنين إلى المفتي وتحديد جلسة 19 يونيو القادم للنطق بالحكم في قضية كتائب حلوان بعد مدة قياسية قضوها في الحبس الاحتياطي قرابة 7 سنوات. ينتظر الحكم 215 مواطن. توفي بسبب ظروف الحبس 9 مواطنين وفي القضية 13 طفل، ومعظم المحبوسين في القضية موجودون في سجن العقرب يقاسون أصعب الظروف والانتهاكات الجسيمة. المواطنون المحالون إلى المفتي هم يحيى السيد موسى، مجدي محمد، محمود عطية، عبد الوهاب مصطفى، محمود أبو حسبة، محمد إبراهيم، مصعب عبد الحميد، عبد الله نادر، عبد الرحمن عيسى، عبد الخالق، محمود السيد كريم. ومركز الشهاب يرفض أحكام الإعدام ضد المعارضين السياسيين، وخاصة في ظل غياب نظام العدل والتحقيق الشفاف. ده اللي بيخلينا نتكلم ونخاف ان الاحكام سياسية مسيسة، والقضاء ما عندوش مشاكل ولا خجل انه يصدر احكام مسيسة، وما فيش آلية تقاضي حقيقية. والدليل يا سيد الفاضل واحد زي رامي شعث وهو حامل الجنسية المصرية، والده سياسي فلسطيني بارز، دخل المعتقل في مصر بأمر من السفارة الإسرائيلية، وخرج من المعتقل بمصر بتفاهمات وضغط من الحكومة الفرنسية. يبقى ما تقوليش إن في قضاء، وما تقوليش إن في شفافية، لأن أهو واحد وكام واحد اتحكم قبل كده وطلع بضغوط سياسية. إذن هي أحكام سياسية وتجعلك وتدفعك الى القلق والخوف على اعمار الناس وعلى مستقبل مصر. عندي تقرير
هنتكلم هنشوفه مع بعض ونرجع نسمع من حضراتكم ناس عايشة في أزمة إنها ممكن تفقد أولادها وفرحة عامة في شوارع مصر. يا ترى ليه الناس كلها مش ممكن تبقى فرحانة في يوم واحد؟ يا ترى ليه بتعكننوا على الناس؟ يا ترى ليه بتخلوا القضاء في إيد البعض كصوت يعاقب به من يخالفه في الرأي السياسي؟